26/9/2011 مظاهرة مسائية في بلدة حاص، حملة لجمع التبرعات للنظام الأسدي الفاشل بعد إفلاسه. لله لله يا محسنين، صدقة جاري، الصدقة بعشرة أمثالها يا محسنين، دولار دولار لله، صدقة جاري يا محسنين، لله بسار الأسد في ورطة، لله يا محسنين. لما التبرعات للنظام الفاشل انقذونا بسار، الصدقة بعشرة أمثالها. النظام السوري يعجز عن دفع رواتبه للشبيحة.